Kami ulangi, peserta nomor TQ 430 akan membacakan surah Al-Qasas ayat 51 halaman 355. Kami ulangi, peserta nomor TQ 430 akan membacakan surah Al-Qasas dimulai dari ayat 51 halaman 355. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وجبك إليه سمعت كل شيء رزقا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم.